تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. إذا التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. النظافة هي الحفاظ على المكان فقط. أحسنتم، خطأ. النظافة هي الحفاظ على الجسم واللباس والمكان، المكان فقط، خطأ. الأكلات السريعة ليست خطيرة. أكلات سريعة مضرة للصحة، ليست خطيرة. أحسنتم، خطأ، هي خطيرة. نواصل. لتفادي خطر السمنة يجب تناول الأغذية السكرية والإكثار من المشروبات الغازية. لتفادي خطر السمنة، من ذلك لا أصيب بمرض السمنة، ماذا يجب علي؟ تناول الأغذية السكرية، خطأ، والإكثار من المشروبات كذلك خطأ. يجب علي عدم تناول الأغذية السكرية وعدم الإكثار من المشروبات الغازية، إذن خطأ. أستعمل مجفف الشعر في الحمام. مجفف الشعر متصل بالكهرباء والحمام فيه ماء، إذن الماء مع الكهرباء خطر على صحة الإنسان. إذا أستعمل مجفف الشعر في الحمام، أحسنتم، خطأ، لا أستعمل مجفف الشعر في الحمام. ألعب بالحاسوب لساعات طويلة. أجلس أمام الحاسوب لمدة ساعات في اليوم، لعدة ساعات في اليوم، خطأ، مضر للصحة، على الأكثر ساعة واحدة في اليوم لساعات طويلة، خطأ. أتكلم في الهاتف وهو في حالة الشحن. حالة شحن كذلك هو متصل بالكهرباء، لا يجب عليه التكلم في الهاتف وهو متصل بالكهرباء، لأنه يعني خطأ كذلك. إذن خطأ، كل الإجابات خطأ. إذن نراجع. النظافة هي الحفاظ على المكان فقط، هي الحفاظ قلنا على الجسم واللباس والمكان. أكلات سريعة خطيرة، ليست خطيرة، خطأ. لتفادي خطر السمنة يجب عدم تناول الأغذية وعدم الإكثار، الإكثار من المشروبات، خطأ. لا أستعمل مجفف الشعر في الحمام، ولا ألعب بالحاسوب لساعات طويلة كذلك في اليوم. أتكلم في الهاتف وهو في حالة الشحن، خطأ. نلتقي إلى التمرين الثاني. اربط كل عبارة بما يناسبه. لدينا عبارات، نربط بما يناسبه. إذا نقرأ العبارات. الإسراف في شراء الأغذية يؤثر. تناول سلع منتهية الصلاحية، عدم غسل اليدين، عدم تنظيف الأسنان، الطعام والشراب. جهة مقابلة، انتقال الجراثيم على ميزانية العائلة يؤدي إلى التسوس، من نعم الله علينا تسبب التسمم. الأولى، الإسراف في شراء الأغذية. إسراف معناه شراء الأغذية بكمية كبيرة، هنا التبذير إضافة إلى ضرر بصحتنا، إذن يؤدي إلى أو يؤثر على، أحسنتم، ميزانية العائلة، فيه ضياع للمال، منه يؤثر على ميزانية العائلة. تناول سلع منتهية الصلاحية، سلع منتهية الصلاحية غير قابلة للاستهلاك، إذا تناولناها، أحسنتم، تسبب لنا التسمم، تسبب التسمم. نواصل. عدم غسل اليدين قبل الأكل أو بعده يؤدي إلى، جيد، انتقال الجراثيم، انتقال الجراثيم إلى الجسم، لهذا يجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده. نواصل. عدم تنظيف الأسنان كذلك بعد الأكل يجب تنظيف الأسنان، عدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى، أحسنتم، تسوسها، إذن يؤدي إلى التسوس. وأخيرا الطعام والشراب، جيد، من نعم الله علينا، نعمه الله علينا. إذا نراجع. الإسراف في شراء الأغذية يؤثر على ميزانية العائلة، فيه تبذير المال. تناول السلع منتهية الصلاحية خطر، يسبب التسمم. عدم غسل اليدين، انتقال الجراثيم للجسم. عدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى تسوسها. الطعام والشراب من نعم الله علينا. التمرين الثالث. أكمل ملء الفراغات. لدينا فراغات نكملها بالكلمات. متوازنة
تنظيمي الجسمي الكهربائية صحية. نعتقي الكلمات متوازنة تنظيمي الجسمي الكهربائية صحية. إذن للحفاظ على سلامتي، سلامتي ماذا؟ جيد، سلامتي الجسمي. من الأمراض، للحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض، يجب أن تغذيه تغذية، كيف هي التغذية؟ جيد، متوازنة. باتباع عدة قواعد، جيد، صحية. للحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض يجب أن تغذيه تغذية متوازنة باتباع عدة قواعد صحية تتعلق بالتغذية، أوقات تناولها، جيد، تنظيم أوقات تناولها، تتعلق بالتغذية وتنظيم أوقات تناولها. إذن للحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض يجب أن تغذيه الجسم، يتغذى تغذية متوازنة، وذلك باتباع عدة قواعد صحية تتعلق بالتغذية وتنظيم أوقات تناولها. حفاظا على سلامتنا من المخاطر، لتجنب المخاطر، يجب الحذر عند استعمال الأدوات، أحسنتم، الكهربائية. إذا عند استعمال الأدوات الكهربائية يجب الحذر. حفاظا على سلامتنا من المخاطر يجب الحذر عند استعمال الأدوات الكهربائية. الوضعية الإدماجية، مريم بنت تحب أكل الحلويات والأكولات السريعة والمشروبات الغازية، فزاد وزنها وقلت حركتها. إذا مريم بنت ماذا تحب تأكل؟ تحب أكل الحلويات وأكولات سريعة وتحب المشروبات الغازية، فزاد وزنها وقلت حركتها، لأن أصبحت لا تتحرك كثير ووزنها زاد. سؤال: ما هي الأكولات التي تفضلها مريم؟ مما تعاني مريم؟ قدم نصيحتين للتخلص من مشكلتها. إذن مريم لها مشكلة. أولا سؤال الأول: ما هي الأكولات التي تفضلها مريم؟ دائما من الوضعية مريم بنت تحب أكل الحلويات، أكولات سريعة، المشروبات الغازية. إذا ما هي الأكولات التي تفضلها مريم؟ هي الحلويات حلويات، كذلك ماذا تحب الأكل؟ الأكولات السريعة، ماذا تحب أيضا؟ والمشروبات الغازية. كلها أغذية غير صحية، حلويات مضرة للصحة، أكلات سريعة كذلك، والمشروبات الغازية كذلك، كلها غير مفيدة للجسم. سؤال: مما تعاني مريم؟ مريم قال لنا فينا النص في الوضعية: فزاد وزنها، أصبح وزنها كبير. إذن المرض هو جيد السمنة، إذن مريم تعاني من السمنة أو البدنة، تعاني مريم من السمنة، من مرض السمنة. قال لنا فزاد وزنه، إذا المرض هو السمنة. مطلوب 3: قدم نصيحتين للتخلص من مشكلتها، لديها مشكلة السمنة، ماذا تقدم لها بالنصائح لمريم؟ دائما من الوضعية الإدماجية إنها تتناول كثير من الحلويات، ماذا يجب عليها؟ عدم الإكثار من تناول الحلويات، كذلك عدم الإكثار من الأكولات السريعة، تجنب المشروبات الغازية، كلها نصائح. وكذلك يمكن نصحها بممارسة الرياضة.
إذا النصيحة الأولى عدم الإكثار، إكثاري من أكل الحلويات. كذلك يمكن إضافة عدم إكثار من أكلات سريعة، تجنب المشروبات الغازية، كلها نصائح مطلوبة واحدة. وكذلك النصيحة الثانية هي أن تمارس الرياضة، نقول لها ممارسة الرياضة. قدمنا لها المطلوب هي النصيحتين، عدم الإكثار من أكل الحلويات، ممكن إضافة والمشروبات الغازية والأكلات السريعة، والنصيحة الثانية هي ممارسة الرياضة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.